السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالنا، طبعا ما تنساوش الاشتراك في القناه والبطونه تحت اللي كالحمراء، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد بخصوص القناه ان شاء الله، قناه عالم مشاريع. فالحمد لله اخوان، نتذكر حنا دائما نشاركوا معكم افكار ومشاريع اللي تعود عليكم بالنفع ان شاء الله، وما تبقوش خدامين مع الناس وتعيشوا الحريه الماليه، لما لا الاخوان. فكما كنقولوا دائما الاخوان، كنحاول نجيب لكم يعني الات صغيره اللي تكون في المتناول، يقدر يشريها اي واحد، وفي نفس الوقت يعني تقدر تبدا بها المشروع ديالك. فالحمد لله كنفرح بزاف الاخوان ملي كنشوف بزاف الاشخاص يعني يبداو المشاريع ديالهم، سواء من الات، كاين اللي بدا المشروع ديالو فتح محل، اللهم يسر. يعني هذا هو الهدف ديالنا الاخوان، وكما كتعرفوا في القناه ديالنا ما عندناش احتكار المعلومه. اذا الاخوان، كما نطولش عليكم، كما شفتوا معنا في المقدمه ديال الفيديو، اليوم غادي نهضروا على واحد الاله رائعه صغيره ويعني وكتخرج العجب. هذه الاله ديال الاخوان اللي اسمها فوميمو. هذه الاله ديال فوميمو يعني رائعه جدا، كتخدم بالبلوتوث، يمكن يعني تخدمها يعني كتربطها غير مع السمارت فون ديالك وكتبدا تخرج بها هاد لي زيتيكيت الاخوان. قبل ما نكملوا الاخوان، ما تنساوش تخليونا واحد الاشتراكات ديالكم يعني، ودعمونا الاخوان يعني باللايكات باش كنستمروا في المزيد ان شاء الله، باش كنحاولوا دائما كان يعني نشوفوا يعني التعليق الايجابيه باش كنتحفزوا ان شاء الله. اذا قلنا الاخوان، هذه الاله ديال فوميمو صغيره الحجم، بالنسبه للثمن ديالها الاخوان كيوصل حتى يعني ما بين 75 دولار حتى 100 دولار. هذه الاله هذه يعني الثمن ديالها كما كتشوفوا راه رخيص مقارنه مع المردود ديالها. هذه راه الاخوان كتتباع هذا الثمن هذا في علي اكسبريس وكذلك في يعني في امازون. اما بالنسبه للاشخاص اللي باغيين يشريوها مثلا في المغرب، راه تقام عليهم زايده واحد شويه، ولذا كنفضلوا مثلا من الاشخاص اللي كيكونوا مثلا باغيين يشريوا هذه الاله، من الاحسن يشوفوا شي واحد مثلا ساكن في مثلا في الدول الاوروبيه، مثلا فرنسا الى غير ذلك، ويعني يعني كتشريها انت، كتكومونديها وكتصيفطها عنده، من بعد هو كيدخلها مثلا ملي كيكون ماجي في العطله الى غير ذلك، كيدخل لك مع هذه الماكينه هذه. كما كتشوفوا الاخوان، هذه الماكينه هذه الطريقه ديالها سهله في الخدمه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكذلك يعني شنو كتخدم هذه الاله؟ هذه كتخدم لي زيتيكيت يعني السيكرز، يعني السيكرز خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكونوا يلاه بادين، يعني خصهم ضروري كتكون اغلبيه كيحتاجوا واحد الاله اللي كتكون يعني يقدروا يخدموا بها غير في الدار، فهمنا الاخوان؟ يعني ماشي ضروري يعني يبقى يمشيو للمطبعه الى غير ذلك، ولكن هذه الاله هذه غادي تسهل عليهم كلشي يعني، وخصوصا الاخوان بالنسبه للناس اللي كتشوفوا مثلا عند شي مطبعه كيفرض عليكم يعني العدد الكميه، مثلا يقول لك خصك واحد 100 ولا 1000 وانت يلاه بادي، خصك يعني تبقى تضرب غير بخمسه وبخمسه ولا ب10 ب10، يعني هاد الاله هذه غادي تسهل عليك كلشي الاخوان. وكذلك بالنسبه يعني الحبر ديالها كلشي اقتصادي الاخوان، وكذلك الرولو، هذاك الرولو ديال ستيكرز حتى هو موجود الاخوان، كيخدموا به الناس بالمعامل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. واخا حتى الا شريتي الاله وتقاد لك، راه غتلقاه في المدينه ولا في البلد ديالك، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كما كتشوفوا الاخوان، الطريقه ديالها العمل ديالها سهله، يعني كتقوم عندها برنامج كتحكم يعني في كتانستاليه في تيليشارج وكتانستاليه في التليفون ديالك، وكتبدا دير يعني الديزاين اللي بغيتك. هو كيجيو معاهم يعني في البرنامج كيكونوا شي لي تامبليت كيكونوا واجدين، يعني تصاميم جاهزه، كتبدل غير السميه وكتخرج هذاك الستيكرز الاخوان. ولا بغيتي دير شي حاجه بيرسوناليزي شي حاجه ديالك، حتى هي تقدر ديرها الاخوان. كما كتشوفوا راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، طريقه العمل ديالها سهله جدا. وبالنسبه للالوان هي يعني اللي لاحظت هو انها كتخدم بلون واحد، يعني ستيكرز يعني لون واحد اسود. ممكن يعني تقدر تلقى اله، هما اصلا هذا فوميمو يعني تقدر تلقى شي اله في حاله وهي فيها الالوان، يعني هذه الثمن ديالها مقارنه مع 75 يعني 750 درهم حتى 1000 درهم، راه الثمن ديالها هو هذاك، راه مناسب الاخوان وكتوفر عليك الوقت كما قلنا الاخوان. ولهاد لي زيتيكيت هادو كيلصقوا في جميع المعادن، كيلصقوا في البلاستيك، كيلصقوا في الزاج، كيلصقوا في الخشب، يعني اي حاجه بغيتي تلصق فيها السيكرز هذا يعني غادي تلصقوا، ما تلقاش فيها شي حاجه. اما بالنسبه للفورماسيون ديالها، راه موجودين يعني الفيديوهات التعليميه في اليوتيوب، خصوصا الشركه يعني المصنعه راه دايره فيديوهات كيفاش كتخدم هذه الاله هذه، باش يعني كتعاون الناس يعني كيفاش يخدموا. راه هذا شيء طبيعي، يعني اي منتوج كيكون يلاه ظهر راه ضروري الشركه كدير واحد يعني بحال فورماسيون اونلاين، يعني كدير فيديوهات في اليوتيوب باش كتوري الناس كيفاش كتخدم هذه الاله هذه، في الباراميتراج ديالها كيفاش كتبقى تريقلا، شنو هو البروغرام اللي كيخدم معاها، شنو هما القياسات اللي كتدخل، شحال السرعه ديالها، كل شيء الاخوان التفاصيل كتلقاوها. وكذلك الاخوان بالنسبه لنا رابط الشراء غادي تلقاوها في صندوق الوصف، يعني راه ماشي
كترويجنا هذه الشركه، ولكن حنا بزاف الاشخاص كيسولوني على يعني كيسولوني كما كنقولوا اخوان على الالات اللي كيكونوا صغار وفي المتناول، لاغلبيه الاشخاص ما كيكونوش عندهم يعني راس المال كبير اللي يقدروا يشريوا الات غاليه. فحنا دائما كنحاولوا نلبيوا الطلب ديالكم، كنقراو التعاليق وكنحاولوا يعني نوفر لكم داكشي اللي كتحتاجوه الاخوان، وكنحاولوا نقلبوا لكم على دائما الجديد باش ان شاء الله كل شيء يقدر يبدا. عندك 500 درهم، عندك 1000 درهم، عندك 1500 درهم، المهم يعني تقدر تبدا باي حاجه يعني باللي عندك. هذا هو الهدف ديالنا الاخوان. كما كتشوفوا يعني ستيكرز يعني الحبر ديالها كيكون على شكل رولو مقطع، انت غير كتطبع فيه يعني كيكون ديكوبي واجد، يعني كتقطع عليه وكتشبرو وكتلصقو في المنتوجات، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه الاخوان. فهذه هي الاله الصغيره اللي تقدر تبدا بها. اما بالنسبه لحنا باش كنخدموا راه اخوان حنا كنخدموا بالات كبيره جدا وكيكون الثمن ديالها غالي، يعني يعني الا كنتي باغي مثلا تبدا غير فيها تبدا غير في الدار راه ما تصلح لكش هذه الاله، لان الثمن ديالها غالي وخصك تكون كتخرج العدد، يعني خصك تكون كتخرج الكميه 1000 2000 3000، يعني انت يلاه بادي راه غادي تشد لك راس المال. ولكن من الاحسن الا كنتي يعني يلاه بادي كتشوف الاله الصغيره حتى كتشوف ان المشروع بدا كي يعني بدا كيلقى اقبال ولقى نجاح، من بعد كتفكر يعني تطور داك الاله وتبدل الاله وتجيب شي اله كبيره اللي تقدر يعني تعاونك في السرعه لانها كتكون كتخرج بزاف. اما انت يلاه بادي الكميات الصغيره هاد الاله كافيك. اذا الاخوان نتمنى تكونوا كتستافدوا معنا في هذه يعني الحلقه هذه ان شاء الله، لان كما كنقولوا دائما يعني المشاريع دائما كتبدا يعني بافكار صغيره، من بعد ان شاء الله عاد كتطور. يعني واخا يكون عندك راس المال اخوان، انا لا انصح اي واحد عنده راس المال يبدا يشري الات كبيره هو ما عندوش درايه عليها ما عندوش فورماسيون عليها، لان غادي ياكل الدق كما كنقولوا الاخوان، لان ما عندكش واحد الفورماسيون على هذا المجال، هذا ما عندكش درايه بالمشروع، يعني تقدر تلقى راه لا تخسرت لك الا جا غير تكنيسيان راه غادي يعني غادي يحسب لك الغلا بالنسبه يعني التعديلات هذه الالات بحال هادو. فنتمنى تكونوا اخوان يعني ما طولتش عليكم، وكان معكم هشام الدمج مصمم مشاريع، نتلاقاو في فيديوكم ان شاء الله نهاركم مبروك. وكذلك يا اخوان كل يعني ما يتعلق بهذه الاله دي ويعني الطريقه اللي الشغال ديالها كلشي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الاخوان، يعني هاودوا لتحت وغادي تلقاو يعني رابط شراء الاله، وكذلك غادي تلقاو الكاركتيرستيك ديالها المميزات ديالها شحال كضرب في الدقيقه الى غير ذلك، شنو هو الحبر اللي كتستعمل، يعني الشركه المصنعه الى غير ذلك، هادشي كامل تلقاوه في صندوق الوصف. كان معكم هشام الدمج مصمم اشاري، نتلاقاو في فيديوكم ان شاء الله نهاركم مبروك. سلام.